الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة والاندفاعات مستمرة. انطلاقة الشوط الثالث والعشرون الخاص بلقايا القعدان المهجنات. هناك أشواط الانتاج والمنتجين نتقدم مع المراكز الأولى وننطلق مع صدارة الشوط. نندفع مع هذه الأسماء ولصيفر على المركز الأول. سالم بسعيد بسليم الدرعي على المقدمة وعلى الاندفاع الأول مع الأصيفر. المركز الثاني وتابعه اللي من الجانب الأيمن يتقدم في هذه اللحظات وينطلق دسمان. علي بسعيد بن بطي الدرعي القادم مع دسمان من يتجاوز على المركز الأول. المركز الثالث الفاتن أحمد بن سعيد بن ناصر بن عامر الراشدي قادم على المركز الثالث والمركز الرابع. هذا شعار بالحلوس. من يتقدم في هذه اللحظات مع الشمالي محمد بن عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري. والمركز الخامس وصل في هذه اللحظات الأسد محمد بن حماد بن سالم الكتبي. التبديلات كبيرة ما بين الشعارات والتغييرات ما زالت مستمرة. تجاوز في هذه اللحظات في هذه الأثناء انطلاقة هذه الأسماء واندفاعت الشعارات. ولكن شوف اللي تجاوز, شوف اللي انطلق في هذه الأثناء. الشمالي محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري غير على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. بينما المركز الرابع في هذا والثاني في هذه اللحظات على صيفر. سالم بسعيد بسليم الدرعي على المركز الثاني والمركز الثالث الأسد محمد بن حماد بن سالم الكتبي. من يقدم لنا الأسد في هذه اللحظات على المركز الثالث والمركز الرابع. وصلت وتقدمت في هذه اللحظات, أو عفوا وصل وتقدم اللي هو زعفران أحمد بن ناصر أبو قبي المنصوري على المركز الرابع والمركز الخامس. تقدم في هذه اللحظات وانطلق جبران حمد بن سالم بن عنودة العامري القادم على المركز الخامس. المركز السادس وافي عوض بن محمد بن سعيد العفاري والقادم في هذه اللحظات يتجاوز شعاره ويتقدم إلى المراكز الأمامية. ولكن أيضا في هذه اللحظات تجاوز بشار حياء بن مطر بسعيد بن حاذة الكتبي يتقدم في هذه الأثناء. يا سلام على هذه الانطلاقات, يا سلام على هذه الشعارات والعودة من جديد إلى مقدمة الشوط, إلى صدارة الشوط وإلى الانطلاق إلى الاندفاع الأول. الانطلاق الأول ما بين لصيفر وما بين الشمالي. الشمالي على المقدمة محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. ولكن المركز الثاني لصيفر سالم بسعيد بسليم الدرعي على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم الوصول من الأسد محمد بن حماد بن سالم الكتبي. المركز الرابع تقدم في هذه اللحظات من زعفران أحمد بن ناصر بوقبي المنصوري. والمركز الخامس وصل هذا الشعار, شعار بني ريو يتقدم في هذه الأثناء مع متعب حمد بن سعيد بن غانم. بني ريو المنصوري قادم بشعاره على المركز الخامس. المركز السادس يتقدم في هذه الأثناء جبران حمد بن سالم العنودة العامري قادم في هذه اللحظات منطلق في هذه الأثناء. ولكن أيضا التجاوز والقدوم والانطلاق من الذيب الصغير بن سالم بن حمد بن سالم المالكي. ولكن شوف اللي بدأ يغير من المراكز الخلفية للمراكز الأمامية. هذا شعار المالكي وكذلك قدوم من مداهم ذياب بشمي المسعيد العويسي. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط, إلى صدارة الشوط. زعفران وأحمد بن ناصر بوقبي المنصوري يا سلام على هذا التقدم. مداهم ذياب بشمي المسعيد العويسي يتقدم في هذه اللحظات. ينطلق في هذه الأثناء ويندفع الذيب الصغير بن سالم الحمد بن سالم المالكي. واللوكون
بنيريو انطلق اندفع مع متعب حمد بن سعيد بن غانم بنيريو المنصوري بنيريو متعب سلام للفقع سلام على هذا الانتصار على هذا التحدي على هذا المستوى الكبير حمد بن سعيد بن غانم بنيريو المنصوري ثاني والف مبروك المركز الثاني كان الوصول من الذيب الصغير مسالم حمد بن سالم الماركي على المركز الثاني والمركز الثالث كان الوصول على المركز الثالث من زعفران احمد بن ناصر بوقبي المنصور المركز الرابع كان التقدم من الباز محمد بن ناصر مطويل بن منصور المركز الخامس كان التقدم من وافي على المركز الخامس ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي تالي والناموس لجميع الفائزين والعوده الى التوقيت الزمني لحظه الوصول مع متعب حمد بن سعيد بن ريو المنصوري التوقيت الزمني لحظة الوصول 5:59 4 أجزاء من الثاني ثاني والف مبروك المركز الثاني المركز الثاني كان مداهم والتوقيت 5:59 6 أجزاء من الثاني مداهم وشعار ذياب بن شميل بن سعيد العويسي والمركز الثالث 6 دقائق بدون أي ثواني 6 أجزاء من الثانية اللي كان على المركز الثالث كان هنالك اللي على المركز الثالث زعفران احمد بن ناصر بوقبي المنصوري ثاني وناموس لجميع الفائزين.